السلام عليكم طلابي الأعزاء، طلاب المرحلة الرابعة. اليوم نبدي محاضرة جديدة من محاضرات مادة الإدارة والإشراف. بالمحاضرات السابقة أخذنا كلمة الإدارة، مفهوم الإدارة، النظريات اللي تتعلق عن الإدارة إلى آخره. كذلك أخذنا الإدارة الصفية، أخذنا القيادة وعرفنا القيادة وانطينا نظرياتها. اليوم راح نبدي بباب آخر من أبواب الإدارة والإشراف اللي هو الإشراف التربوي. كمفهوم للإشراف التربوي قديما كان يمثل التفتيش، بمعنى أنه البحث عن جوانب التقصير، يعني المشرف بمعنى جاي فقط ليبحث عن الجانب اللي حدث به التقصير أو الجانب الضعف لدى المعلم. هاي كانت الفكرة القديمة عن المشرف أي المفتش، بمعنى يلقي أخطاء ومن ثم يحاسب الشخص أو المعلم. لذلك كانت الزيارات مفاجئة وسريعة، كان المفتش يعد تقرير، وطبعا دائما التقرير انطباعات الشخصية عالية. لذلك كمفهوم الإشراف التربوي أخذ أساليب وتطور إلى مجموعة من الأفكار، بحيث تحول إلى فكرة تطوير نوعية التعليم، رفع مستوى التعليم. فكان مثلا قديما تفتيش فقط، هسه بدينا نطور إلى طبعا رسم أهداف، تحديد خطط إلى آخره. قبل كان فقط إنه هو يقيمه أو ينطي جوانب القصور، وين بالخطط مالته، بأسلوب التدريس إلى آخره، إدارة الصف مثلا، يعني إلى آخره من جوانب القصور اللي ممكن يطلعها المشرف في المعلم. لذلك نتيجة للتطور التربوي بدت فلسفة التربية تتغير، فبدت الإشراف يعتمد على العلاقات الإنسانية، بدأ هو أسلوب للاتصال، بحيث أنه يعتمد على تغيير السلوكيات. فبدأ يظهر مفهوم جديد للإشراف التربوي اللي هو عملية تفاعل إنسانية. هاي اللي نريده، الأسلوب أو نظرية الإشراف التربوي أو مفهوم الإشراف التربوي بمفهوم الحديث هو عملية تفاعل تهدف إلى تحسين عمل المعلم وأدائه ومساعدته في حل المشكلات. لذلك المفهوم الجديد يؤكد على التعاون بين المحورين اللي هم المعلم والمشرف التربوي، بحيث تسود العلاقة الاحترام والإنسانية. طبعا في ضوء ما تطور إليه الإشراف التربوي، بدت مفهوم العلاقة الإشراف يعني، فبدأ نقدم تعاريف أخرى غير عملية التفاعل اللي هو عملية تحسين أداء المعلم. إذا كانت عبارة عن تفتيش، بعدين تحولت وإيجاد جوانب القصر، بعدين بدأت تتحول من تطور مفهوم التربية إلى عملية إنسانية تهدف إلى تحسين عمل المعلم. الفكرة الجديدة هي عملية تحسين إيداء المعلم وتحسين تنفيذ المناهج الدراسية وتطوير التعليم والاهتمام به وإحداث التغير الإيجابي المطلوب بما يحقق الأهداف. لذلك إذا وضحنا المراحل اللي مر بيها الإشراف التربوي، هي مجموعة مراحل. واحد، مرحلة التفتيش اللي هي الزيارة الصفية المفاجئة اللي كانت عبارة عن وقوف على، أو بمعنى الوقوف على جوانب التقصير أو فقط جوانب التقصير، بحيث المشرف يجي يستمع إلى المدرس، يشوف أسلوب تدريسه وفقط يبين جوانب التقصير عنده. هذا لذلك بدأت تتكون اتجاهات سلبية نحو الإشراف عند مش المعلم، بحيث يعني تغيرت العلاقة بين المشرف والمعلم. الاتجاه السلبي أو الفكرة الأساسية للاتجاه السلبي كانت بهالشكل: واحد، الافتراض أن المفتش يتوقف في إعداده على ومؤهلاته أعلى من المشرف أعلى من المعلم. اثنين، التفتيش يعتقد بوجود المفتش بوجود طريقة ناجحة للتدريس. ثلاثة، المعلم هو الحلقة الأضعف في البرنامج التعليمي.
إذا الاتجاه السلبي يتكون لمجموعة من الأسباب. أولا أنه المشرف أنه يعتقد مؤهلاته أعلى. اثنين أنه أكو طريقة معينة يعتقد بها المشرف غير الطريقة اللي يدرس بها المعلم أو المدرس. المعلم بهاي المرحلة كان هو الحلقة الأضعف. المفتش هو صاحب السلطة. والأداء المعلم يعتمد على نتائج التلاميذ. لذلك كانت الاتجاه سلبي، وتقويم أداء طبعا على أداء المعلم تقويمه يعتمد على نتائج التلاميذ. طبعا تتكون نتائج سلبية. لذلك الافتراض انه المدرس هو او المشرف هو عدة الطريقة الامثل كانت كلش شيء، يعني نقطة فصال بين المعلم والمشرف، وبذلك ساد جو الخوف. بدينا نتحول الى المرحلة الأكثر تطوراً اللي هي دخلت فكرة التدريب والتوجيه، حيث أن الإشراف التربوي بدأ يعتمد على التدريب والإرشاد والتوجيه، بمعنى أنه الاعتراف بحاجة المعلم. يعني حتى لو المعلم عنده نوع من القصور، بس بدت فكرة أنه ما نحكم عليه قبل، لا نقدم توجيه، نقدم دورات تدريبية. بس بقت هذه فكرة القصور المعلم بقت سائدة، إلى أن وصلنا إلى مرحلة الإشراف كعملية ديمقراطية، اللي هي عملية تعاون بين المعلم والمشرف، بحيث نكتشف الأخطاء ونعالجها. هذه وبحيث أن المعلم هو القائد التربوي بالعملية التربوية. وبهذا تحولت الفكرة، يعني مرحلة الإشراف إذا ردنا نعرفها هي المرحلة اللي اعتمدت على الديمقراطية والتعاون بين المشرف والمعلم، بحيث بدينا نحدد الأخطاء ومن ثم نعالجها ونطورها. وبهذا تحول الإشراف إلى إشراف شامل يشمل تحسين العملية التعليمية، ويولي الاهتمام لجميع عناصر التعلم اللي هو المشرف، أقصد المعلم، التلميذ والمنهج. لذلك بدت نوع من التعديل السلوك، تعتمد على تعديل السلوك، تعتمد على تكوين اتجاهات إيجابية. وبذلك فالتطورات اللي مرت، يعني أهم التطورات للإشراف، يعني ذيك مراحل الإشراف، أهم التطورات، أهم الأفكار اللي طلعنا بها بعد التطور، إنه الإشراف التربوي نظرية للتعليم أو نظير التعليم أقصد. ليش؟ لأنه بدأ يأثر بالسلوك التعليمي للمتعلم، وكذلك يأثر على العملية التعليمية بصورة عامة بعناصرها، المنهج، المعلم، التلميذ. إن هذه كإشراف إذا صار موازي للعملية التعليمية. الفكرة الأخرى، المشرف باعتباره مطور للمعلم، هنا التركيز على تطور المعلم من خلال المشرف. يعني المشرف يحط القواعد الأساسية، ومن خلالها هذه القواعد رح نبدي نطور المعلم، مو ينقده للمعلم. الإشراف الشامل، الإشراف الشامل هو الإشراف الشامل على العملية التعليمية ككل، أو على الموقف التعليمي ككل. إذن هو الجهود المنظمة المشتركة بحيث نوصل إلى تحقيق الأهداف، نوجه المعلم، ننمي ونحقق الأهداف اللي دريتها على أسس علمية أكيد. وها أيضا ممكن إذا ردنا نعرف الإشراف الشامل هو عملية العلاقة المتبادلة اللي بالنهاية توصلنا إلى تحقيق الأهداف من خلال الأسس العلمية اللي يضعها المشرف للمعلم. أهم مميزات المفهوم الحديث للإشراف التربوي هي: واحد، إنه عملية ديمقراطية. إذا هاي المميزات كلش مهمة. يعني سؤال كامل ممكن يجيكم يقول مميزات المفهوم الحديث للإشراف. أولاً إنه هو عملية ديمقراطية تقوم على أساس التخطيط العلمي والتقويم الجماعي. اثنين، إنه يشمل جميع عناصر العملية التعليمية. ثلاثة، يستعين بأساليب ووسائل ونشاطات متعددة ومتنوعة، بحيث يعتمد على الزيارات المدرسية، تبادل الزيارات إلى آخره. يحترم جميع العاملين في الحقل التربوي، راعي الفروق الفردية، يؤكد على أهمية مساعدة المعلمين والعاملين بالحقل التربوي.
سلطة المشرف تستمد من قوة أفكاره اللي يقدمها، مو من سلطته كمشرف متسلط على المعلم. الإيجابية والعمق اللي يقدمه هذا النموذج، يعني النموذج الديمقراطي بمعنى، من التفاعل بين المعلم والمشرف بكونهم العملية الأساسيات للعملية التعليمية وتطويرها. إلى هنا هذه فكرة اليوم عن محاضرتنا، إن شاء الله ألتقيكم بالمحاضرة القادمة، شكرا جزيلا لكم.